أهلا بحضراتكم مرة ثانية. ملف العلاقات الخارجية، العلاقات المصرية الأمريكية خلال الفترة القادمة شكله ممكن يكون إزاي؟ الزيارة اللي حصلت من الرئيس الأمريكي باراك أوباما للمملكة العربية السعودية، شكل الاستقبال وشكل اللقاء، أهم الموضوعات اللي طرحت، الحديث أيضا عن قطر والأزمة المصرية الإماراتية السعودية البحرينية القطرية ممكن تكون شكلها عامل إزاي خلال الأيام القادمة. السفير فتح الشاذلي مساعد وزير الخارجية السابق والسفير السابق لمصر بالمملكة العربية السعودية، سعادة السفير أهلا بيك، شرفتك. أهلا بيك. الموضوعات كثيرة وفي الحقيقة ومتشابكة، يعني علاقة مصر بالولايات المتحدة الأمريكية أكيد كان لها علاقة أو كان لها دور في زيارة الأمس. أهم الملفات اللي ممكن تكون تم طرحها بشكل خاص في اللقاء اللي دار ما بين ولي عهد أو الرئيس الأمريكي باراك أوباما وخادم الحرمين الشريفين. العلاقة السعودية الأمريكية علاقة مركبة ولها تداعيات كثيرة جدا. أنا أظن أن احنا هنا لابد أن احنا نشوف البعد الدولي والبعد الإقليمي وأبعاد أخرى هتطرق إليها في حينه. إنما على المستوى الدولي تلاحظ أن في بوادر أو نذر حرب باردة جديدة بين الولايات المتحدة من ناحية وبين روسيا الاتحادية من ناحية أخرى، مع تمركز الخلاف بين الجانبين على ما يحدث في الجوار المباشر لروسيا الاتحادية، وتحديدا شبه جزيرة القرم اللي روسيا النهاردة بتقول ان في استفتاء شعبي النتيجة بتاعته ان الاغلبية الساحقة لسكان القرم قررت انها يعني تنضم الى روسيا واعادة انتشار القوات الروسية يعني. وبالتالي في حشد روسي ضخم لأرقام متباينة، في ناس تتحدث عن 20-30 ألف مقاتل، في ناس وصلت بهذا الرقم إلى 100 ألف، وانسحاب للقوات الأوكرانية من القرم بالضبط. بالتالي على المستوى الدولي في نذر حرب باردة جديدة، وبالتالي الولايات المتحدة تريد أن تتحسب ل تداعيات هذه الحرب. أما الاتصال الهاتفي اللي جرى ما بين أوباما وبوتين وتم الحديث فيه عن تسوية ما في القرم ممكن يؤدي لإيه؟ هسأل حضرتك، لكن معنا في الحقيقة خبر عاجل من محافظة الشرقية تحديدا من الزقازيق، شخص مجهول قام بقتل سيدة وأصاب 4 آخرين في محطة قطار الزقازيق في الشرقية. معنا مراسل الوفد الأستاذ ياسر المطيري، مدير مكتب الوفد في الشرقية، مدير مكتب الوفد. أستاذ ياسر أهلا بيك. يا أستاذ ياسر أهلا يا فندم. أهلا أستاذ ياسر، إيه الخبر ده؟ هل تم القبض على هذا الشخص ولا لأ؟ السبب في قتله لهذه السيدة وإصابة الأربعة الآخرين؟ هو حتى الآن المعلومات الأولية عن الحادث، في شخص مجهول أصاب أخرج سلاح أبيض من طي ملابسه وقام بضرب عشوائي الموجودين على محطة قطار المنصورة القاهرة، رصيف رقم 5، أصاب 4 أشخاص وحالة إغماء وجرح نفسه، بالإضافة لمقتل إحدى السيدات اللي كانت موجودة على المحطة منتظر القطار. لكن الخبر في تأكيد على ان الضرب كان عشوائي والاصابات كانت عشوائية مش بتستهدف اشخاص بعينهم. بالضبط، يعني كل المعلومات الاولية دلوقتي بتأكد اللي كان ضرب كان عشوائي. هو كان خرج من طي ملابسه سلاح ابيض يرجح يكون سنجة، قام بضرب كل المحيط اللي هو اللي كان موجود فيه، يعني اول ما طلع على الرصيف خرج السلاح من ملابسه وضرب الموجودين. بس انت بتاكد لي ان لم يتم القبض عليه حتى الان؟ لا لا بالعكس، لا 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 لا, لا تمام، لا هو جرح نفسه، هو ضرب نفسه بعدد من الطعنات. وفي مصادر او شهود عيان اوليه بتقول الشخص ده كان شارب حاجه، كان مغمور يعني كان شارب حاجه، ف
طعن نفسه. يعني مات؟ لا لا لا، هو مصاب دلوقتي ومتحافظ عليه في المستشفى الأحرار. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني قتل السيدة وأصاب الآخرين ثم طعن نفسه. بالظبط كده، بالظبط. شكرا جزيلا ليك. يعني بعد ما طعن نفسه اتقبض عليه، ده اللي يهمني برضه، ولا طعن نفسه هرب؟ الاهالي اللي موجودين او الركاب الموجودين بعد ما اصيب، طبعا هو في حاله اصابه وعدم القدره على التحرك، يعني هو الفرار من موقع الاحداث. طيب الاهالي الموجودين او الركاب تحفظوا عليه، ورجال الشرطه المسؤولين عن السكه الحديد تحفظوا عليه، والاسعاف جه نقل جميع المصابين، وال بما فيهم طبعا الفاعل للمستشفى. تمام، بشكرك شكرا جزيلا زميلنا ياسر المطيري، مدير مكتب الوفد في الشرقية. هي ناقصة كمان مساطيل وناقصة مخابيل هيمشوا يضربوا في الناس بالسنج، مش كفاية اللي احنا بنشوفه سيد سفير واللي من قبله، لا كمان المخمورين. ارجع مع حضرتك تاني للخبر الخاص بمكالمة هاتفية ما بين اوباما وما بين بوتين، بيتحدثوا فيها عن ان الامور تستقر. حضرتك تقول لي ان الامور بتسير في اتجاه حرب باردة من جديد ما بين القطبين الكبار. أكيد، اكيد اكيد الكلام ده، انا قراءتي لما يصدر عن مؤسسات البحث الأمريكية نفسها، يعني بتتكلم على نظر بحرب باردة جديدة، عودة روسيا من الناحية الاقتصادية وازدياد ثقة بالنفس، وبالشكل اللي احنا شفناه، يعني الحركة الروسية في اتجاه أوكرانيا وفي اتجاه شبه جزيرة القرم، تحجيم أي موقف تجاه سوريا، الموقف من سوريا، الحرب الدائرة فيها وتصديها حتى إذا في مجلس الأمن وغيره، واستعدادها أنها تستخدم حق الفيتو إذا اقتضى الأمر، كل دي إشارات على أن تحول في السياسة الروسية من قدر من المهادنة في الوقت اللي هو كانت فيه روسيا مكبلة اقتصاديا، النهاردة في إحساس جديد بالثقة بالنفس وبعودة المكانة الدولية والجاذبية الدولية لروسيا الاتحادية في نظر كثيرين منهم مصر. صحيح. وبالتالي الحركة الأمريكية في اتجاه دول الخليج قطعا في خلفياتها يأتي هذا البعد. طب أمريكا تعمل إيه في أزمة التقارب اللي الناس كلها شايفاه وبتشعر بيه والحقيقي مع إيران في الأوقات الأخيرة، وفي نفس الوقت علاقتها الاستراتيجية مع دول الخليج زي المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين والكويت؟ إيران هي أحد أسباب الفتور الخليجي أو ما بين أغلب دول الخليج وبين الولايات المتحدة، إن إيران التي تصنف خليجيا من وجهة نظر أغلب دول الخليج على أنها خصم ومصدر تهديد النهاردة، على الرغم من حجم التبادل التجاري الكبير اللي ما بينهم لا لا لا، هذه قضية وتلك أخرى، القضية التاريخية مستمر طبعا، والخلاف المذهبي إلى آخره، يعني دي كلها معايير بتحد من التقارب الخليجي، وبتكلم هنا لما اقول الخليجي يعني المملكه العربيه السعوديه والامارات والبحرين والكويت، يعني سلطنه عمان لها وضع خاص، يعني سلطنه عمان استراتيجيا بتعتبر ان ورا منها صحراء الربع الخالي، وبالتالي نوع من العازل فاصل بينها صحيح. وبين، وبالتالي التوجه الاستراتيجي بتاعها بيبقى ناحية شبه القارة الهندية وإيران وخلافه. إنما إجمالا مؤكد أن رغبة الإدارة الأمريكية الحالية في إحداث نقلة نوعية، وأيضا اللي بيوافقها رغبة الحكم الإيراني الحالي في إحداث نقلة نوعية في العلاقات مع إيران، هي أحد أسباب التشكك الخليجي في إمكانية الركون إلى المتانة التاريخية للعلاقات ما بين الولايات المتحدة وبين دول الخليج، خصوصا أن الولايات المتحدة اتكلمت علنا
ان هي حصل لها نوع من الاجهاد من متابعه الموضوعات التقليديه فيما يسمى الشرق الاوسط. وبالتالي على المستوى الاستراتيجي الولايات المتحده ابدت استعدادا واهتماما بتنميه علاقتها ما وراء الخليج مع الدول الاسيويه اجمالا. النهارده احنا شايفين ان اسيا فيها نمو اقتصادي كبير، فيها تقدم تكنولوجي كبير، وفي اساطير بتحيط هذا التقدم التكنولوجي. يعني انت مثلا لو خدنا حادثه اختفاء الطياره ماليزي. الماليزيه على سبيل المثال، وفي قصص وتكهنات انا تابعتها بتتحدث عن ازاي ان كانت هذه الطائره بتحمل شحنه اسلحه سريه خطيره متجهه الى الصين لها علاقه باستخدامات بعض الاسلحه الحديثه جدا الامريكيه، وان امريكا هي اللي كانت عملت على الا تصل هذه الشحنه الى الصين مثلا. ففي العلاقات بين الولايات المتحده وبين الخليج بتتاثر بايران، بالاستراتيجيه العالميه للولايات المتحده وخصوصا التحسب لدوره جديده من الحرب البارده، التوجه الاستراتيجي الجديد للولايات المتحده نحو اسيا، وبالتالي انخفاض القيمه النسبيه للشركاء التقليديين فيما يسمى بالشرق الاوسط. اضف الى هذا ايضا ان في تطورات تكنولوجيه لها صله بصناعه البترول. النهارده نحن نعلم جيدا، انا واحد من المتابعين لقضيه البترول والطاقه على مستوى العالم، في احتياطيات هائله هائله في كندا والولايات المتحده ودول اخرى وامريكا الجنوبيه كلها بما فيها فنزويلا على سبيل المثال، من نوع خاص من البترول يقال له شيل اويل، ده موجود في قلب تكوينات صخريه قاسيه. كانت التكنولوجيا الخاصة باستخراج البترول عاجزة في وقت سابق، في وقت سابق كانت ليس من السهل أن تحصل على البترول من هذه المكامن الصخرية بتكلفة اقتصادية معقولة. هم شغالين على ده الفترة اللي فاتت دي كلها يعني. وبالتالي الولايات المتحدة بتتحول إلى دولة مكتفية ذاتيا من البترول. بصرف النظر عن هذا، أنا أظن أن الاهتمام البترولي للولايات المتحدة بمنطقة الخليج لن يقل كثيرا، لأن احنا نعلم جيدا مكانة الشركات الأمريكية في صناعة وتجارة البترول، فضلا عن تأثيرها على القرار الأمريكي نفسه. ال 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 القدرة الخليجية وقدرة المملكة العربية السعودية بالذات على أنها تحرك سوق البترول بشكل خطير الناس غير مدركة له. يعني أنا أعلم جيدا مثلا أن في أسطول ناقلات بترول يأتمر بأمر المملكة، مملكة مأجرة وتمتلك ناقلات بترولية تحمل كميات هائلة من البترول. هذه الناقلات تتحرك بين الموانئ المختلفة، وتستطيع المملكة أن تغمر سوق البترول بكمية من العرض هائلة، بمعنى انه ممكن ان هي تؤدي الى انخفاض الاسعار او تحجب فترفع الانتاج فترفع الاسعار. يعني يستطيع قرار قرار سعودي ان يؤثر يقينا بشكل جوهري في حالة التوازن ما بين العرض والطلب فيما يتعلق بسوق البترول. وبالتالي لن تستطيع أمريكا والدول الصناعية الكبرى من ورائها أن تتجاهل هذه القدرة الخليجية. أنا أظن أنه العلاقة على المستوى الاستراتيجي علاقة صحيح فيها قدر من التوتر والتغير، كما ظهر في ما يخص إبداء الحفاوة بزيارة الرئيس أوباما. ليك تعليقات على الاستقبال وعلى مراسم الاستقبال نفسها وعلى المقابلة؟ طبعا اللي قام باستقبال الرئيس الأمريكي باراك أوباما هو أمير منطقة الرياض الأمير
خالد بن بندر بن عبد العزيز ونائبه أيضا الأمير ترك. يعني درجة الاستقبال نفسها شايف أن فيها قدر أقل من الحفاوة المعتادة ما بين الدولتين؟ طبعا. أنا عادة في واضح أن في شكل من الحفاوة أدنى من المتوقع. كان عادة في مثل هذه المناسبة كان المتوقع أنه يكون ولي العهد مثلا، إنما ولي العهد بصرف النظر عن حالته الصحية النهاردة في ولي في شخص آخر موجود، فبالتالي الأمير مقرن. إنما واضح وتردد كلام كتير عن العاشة مثلا، واضح أن مظاهر الحفاوة كانت أقل من المعهود. أنا أعلم جيدا من واقع خبرتي السابقة كسفير لمصر في المملكة العربية السعودية، لما السعودية بتحب عندما يريد السعوديون إبداء الحفاوة أعلم إيه اللي ممكن يتعمل. فواضح أن المظاهر التي أحيطت بها زيارة الرئيس أوباما للمملكة العربية السعودية امبارح ما كانتش على المستوى المتوقع. القضية أو السورية، خلينا نقول المشكلة السورية أو الأزمة السورية، حجم الخلاف موجود بين المملكة العربية السعودية وبين الولايات المتحدة الأمريكية فيها نظريا الكلام الذي يصدر عن الرياض وواشنطن ليس فيه اختلاف كبير، إنما الواضح أن السعوديين وسائر الدول الخليجية المعنية بهذا والمتفقة على التوجه الذي تمثله المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالحرب الأهلية الجارية في سوريا الشقيقة يأخذون على الإدارة الأمريكية. حرب أهلية؟ طبعا الجاري في سوريا قطعا حرب أهلية، بصرف النظر عن وجود أيدي أجنبية كثيرة تعبث في سوريا وفي المنطقة كلها، ومقاتلين غير سوريين ودعم وإنفاق كلام كثير يقال من دول ومن جماعات النهاردة أنت بتلاقي مثلا الناس اللي بيطلقوا على أنفسهم داعش، حركة داعش صحيح، اللي هي بترجو أو تطمح إلى إنشاء دولة بيصفونها بأنها إسلامية في العراق وسوريا. دول ناس العراق والشام حسب يعني العراق والشام داعش ماشيين يعني. فانت الناس دول انا شفت افلام لهم يقطعون واشتموا وبيقتلوا الناس يعني نهارا طبعاً جهارا طبعا يقطعون رؤوس الناس ويلعبون بها ككرة قدم يعني بيتقاذفوا الرؤوس برجليهم يعني. دول ناس مجرمين ولا يمكن ان يوصفوا بانهم من الإسلام قريبين أو فاهمين أو مدركين اللي هم هذه النسبة ونسبتهم إلى الإسلام ومقتضياتها إيه. فالتيار اللي هو على المسرح الإقليمي الذي يرجو أن تقف هذه الحرب في سوريا يأخذون على الإدارة تراخي يدها وعدم الحسم، مش واخدة موقف قوي في اتجاه انهاء هذه الحرب. اخر متابعه لي لهذا الموضوع بالذات، هناك من يظن ان الوضع في سوريا سيستمر على هذه الحال من الدماء ومن التقتيل 10 سنوات. لدرجه ان هناك من يتوقع الشعب السوري طبعا هناك من يتوقع ان اصطراع الايرادات الإقليمية والدولية في سوريا سيتواصل 10 سنوات، وبالتالي هناك من يتجه الآن إلى محاولة تدبير تمويل للمساعدات الإنسانية التي تتجه إلى سوريا. تمويل المعسكرات اللي فيها نازحين السوريين النازحين من سوريا لمدة 10 سنوات. النهاردة أنت الناس في تقديرات تقدر عدد اللاجئين من سوريا إلى خارجها بما تراوح من 960 ألف إلى 1.25 مليون آدمي. هذا العدد طبعا مرشح للزيادة، ولا بد أن يكون هناك تمويل للمساعدات الإنسانية
الغذائية والطبية التي توجه لإيواء هؤلاء الناس. طيب شفت إزاي مشهد خلو مقعد الدولة السورية العربية السورية في جامعة الدول العربية؟ شايفه عدم اتفاق ما بين قوى المعارضة؟ شايفه عدم اجتهاد ومحاولة من قبل الجامعة العربية والقادة العرب؟ مين اللي خسران في عدم وجود سوريا على مقعدها أو ممثل لسوريا على مقعد سوريا في جامعة الدول العربية؟ هو أنت استمرار شغور المقعد السوري في الجامعة العربية ده مؤشر على عجز القرار العربي. عجز القرار العربي عن الاتفاق، إما على استمرار سوريا كدولة عضو في الجامعة العربية، عضو مؤسس في الجامعة العربية، أو اختيار من يملأ هذا المقعد. يعني في عدم اتفاق حتى على مدى مصداقية المعارضة السورية والجيش، اختلافاتها ومنازعاتها المتبادلة، وحتى يصل إلى درجة الاقتتال في بعض الأحيان. طبعا. ومن هنا أنا بقول لك، لما أنا قرأت التقارير التي تتحدث عن إمكانيات استمرار المأساة السورية لمدة 10 سنوات، مثل هذا المشهد، مشهد اجتماع قمة عربية بدون الدولة السورية، بدون سوريا، بدون العضو المؤسس اللي اسمه سوريا، ده دليل على عجز قرار العرب، أيضا على أن هذه الأزمة مرشحة فعلا للاستمرار كنقطة، نقطة نزيف دامية للقطر العربي السوري. مين أكثر الخاسرين ومين أكثر المستفيدين من اللي حاصل في سوريا دلوقتي سيد سفير؟ وأنت طبعا في واستمرار هذه الأزمة إلى 10 سنين زي حضرتك ما بتقول. إسرائيل طبعا الوضع الراهن ما يحدث في سوريا هو يأتي زي ما بيقولوا بالبلدي بقى الطبطاب بالنسبة لسوريا، بالنسبة لإسرائيل. ومن ثم المستفيد الرئيسي هو إسرائيل، كلما انشغل قطر عربي خصوصا من أقطار ما يسمى بالمواجهة، وطبعا لا بقى فيه لا مواجهة ولا غيره، إنما أقطار الجوار المباشر لإسرائيل، خصوصا إذا كان هذا النظام كان مرتفع الصوت وكثير الصياح فيما يتعلق بالأرض العربية، الصوت فقط، الجولان العربي، الصوت فقط. طبعا كانوا إجمالا نسمع، أنا قلتها مرة وأكررها الآن، أن العرب إجمالا يبدون كظاهرة صوتية، إنما الترتيبات متعلقة مثلا بالوحدة، بصرف النظر عن أن هناك بعض الضوء، ما تتكلم مثلا عن مجلس الوحدة الاقتصادية وبعض الشركات العربية المشتركة. أنا مرة حاولت أن أنا أظهر قدر من التفاؤل فيما يتعلق بمستقبل العرب، فرصدت بعض الشركات العربية المشتركة تجارب مفرحة مبهجة، إنما بالقياس إلى حجم التوقعات اللي أوجدته ما بين العرب مرحلة الستينيات والفترة بتاعت الحلم الناصري، بالقياس لحجم التوقعات هذا. حضرتك قلت الحلم دلوقتي الناصري، حلم طبعا، نتكلم في أحلام، كانت أحلام، هي أحلام. بقول لك أنا للأسف العرب بما فيه جامعتهم هم ظاهرة صوتية أكثر من هم قوة حقيقية لها إرادة مشتركة تستطيع أن تؤثر على الأوضاع الاستراتيجية على مستوى العالمي. ولو مسكنا اللي احنا موضوع الرئيسي اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو الخليج، دول الخليجية ومستقبل علاقتها مع الولايات المتحدة كنموذج لهذا، شوف انت الولايات المتحدة لها في هذه المنطقة مصالح استراتيجية هائلة. أنا قلت تكلمت على البترول، قلت أنه برغم أن الولايات المتحدة ستتحول قريبا إلى دولة مكتفية ذاتيا، إن لم تكن قد بدأت فعلا بالبترول نتيجة استحداث التكنولوجي في التعامل مع مكامن البترول في المناطق الصخرية أو الشيل أويل، إلا أنه هتبص لها منحة الاستراتيجية بقى ميدانية
في قاعدة العديد في قطر، ودي قاعدة بالغة الأهمية، وفي قيادة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. هذا الأسطول المعني بالعمليات في منطقة الخليج ومنطقة المحيط الهندي. الانتشار الاستراتيجي لقوات الولايات المتحدة، أنا يعني اللي النهاردة تعدلت خريطته، قرار الإدارة الأمريكية الحالية قامت على تنفيذه بسحب القوات الأمريكية من العراق ومن أفغانستان، وبالتالي في عملية إعادة تمركز استراتيجي على مستوى العالم بالنسبة للقوات الأمريكية، وفي ضغط داخلي داخل الولايات المتحدة. أنت لما تلاقي أن أهالي الجنود المعرضين للقتل في المسرحين دول تحديدا بيضغطوا. صحيح. طيب أنا أستأذن حضرتك سيادة السفير عشان برضو نبقى متابعين يعني الموقف في كل مكان في مصر. هنروح لزميلنا تامر مجدي محيط جامعة القاهرة يطمننا على الأحوال في المدينة أو في جامعة الأزهر والمدينة الجامعية للأزهر، وأيضا يعني آخر تطورات في قضية القنبلة البدائية اللي تم العثور عليها. كل التفاصيل معاك يا تامر، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أتكلم تاني يا جماعة، أنا بتكلم. يعني ايه هو؟ قول لي. في الامام البوابه الرئيسيه لجامعه الازهر، يعني زي ما انتم شايفين خلفي في الخلفيه لا زالت العمليات التعليميه تسير بشكل طبيعي، وطلاب جامعه الازهر يعني يقوموا بالدخول والخروج الى الجامعه بسهوله ويسر دون وجود اي اشتباكات او اي مشاكل في الجامعه. يعني منذ قليل كان يتردد ان هناك قنبله تم انفجرت داخل مدينه جامعه او مدينه جامعيه او في محيط جامعه الازهر، لكن خليني اقول لك هيثم على الحقيقه تحديدا كما قيل لنا من مسؤولي الامن داخل المدينه الجامعيه وكما رايناها باعيننا منذ قليل، هذه ليست بقنبله على الاطلاق، وانما منذ احداث امس كان في اشتباكات ما بين قوات الامن وعدد من الشرطه وعدد من طلاب الاخوان المسلمين داخل المدينه الجامعيه، اللي قام قوات الامن بعد كده عشان يفضوا تظاهراتهم ويمنعوهم من الخروج لقطع الطريق قاموا بالقاء عدد من القنابل الغاز المسيل للدموع اللي استقرت منهم احد هذه القنابل داخل غرف طلاب او في تحديدا في المبنى الخاص بالطلاب التي لم تنفجر او لم يشتعل بها الغاز المسيل للدموع، ووجدها احد العاملين الموظفين اليوم صباحا داخل المدينه الجامعيه اثناء تفقده في هذا المبنى، وبالفعل وجدها ولكنه لم يعلم انها قنبله غاز، وعلى الفور ابلغ مسؤولي الجامعه وايضا مسؤولي الامن الاداري، وعلى الفور ايضا توجه عدد من قوات الامن خشيه انها تقول قنبله بداية الصنع وقد تنفجر، وإنما ليست على الإطلاق قنبلة كما قيل في عدد من المواقع الإلكترونية، وأنا أؤكد مرة ثانية أنها ليست قنبلة ولم تنفجر أي قنبلة في المدينة الجامعية أو في محيط جامعة الأزهر أو حتى داخل جامعة الأزهر، إنما فقط هي قنبلة غاز من بواقي الشبكات التي حدثت أمس بين طلاب الإخوان المسلمين. اليوم دخلنا إلى جامعة الأزهر، جميع الجامعات جميع الكليات تعمل بشكل طبيعي، لا يوجد أي مشاكل حتى الآن كما دعا التحالف الشرعية لجامعة الإخوان المسلمين، لأن المزارات فقط تكون يومي الأحد والأربعاء، اليوم هو بداية الأسبوع في الجامعة ولا يوجد أي تظاهرات أو حتى أي تجمعات من طلاب الإخوان المسلمين. بالنسبة للتواجد الأمني فيوجد بالفعل تواجد أمني على بعد 500 متر فقط من جامعة الأزهر بجوار المنصة وأيضا بجوار مدينة جامعية وتحديدا أمام قسم ثاني مدينة نصر خشية وقوع الاشتباكات أو حدوث أي أعمال عنف، وهم مستعدين دائما لفض أي تظاهرات قد يخرج بها طلاب الإخوان المسلمين. شكرا وعودة مرة أخرى إليك للاستوديو. جزيلا ليك يا تامر، وشكرا كمان للإيضاح ان انت يعني عرفت لنا اصل المعلومة واصل الخبر، شكرا جزيلا. سيادة سفير فتح الشاذلي، اسأل حضرتك على القمة العربية والنتيجة اللي خرجت بيها هذه القمة في موضوع ممكن ما يكونش هو الموضوع اللي مطروح ضمن ملفات هذه القمة، لكن اكيد كان في يعني شد وجذب في هذا الموضوع أثناء القمة وجزء من الحوارات أيضا، وهو الموقف
القطري من المملكة العربية السعودية، من الإمارات، من البحرين، من مصر، ومواقف هذه الدول الأربعة من قطر. هل خرجنا بعد القمة العربية بأي جديد تجاه هذه العلاقات المشتركة، تجاه المواقف السياسية القطرية تجاه الدول العربية الأخرى، ولا لا زي ما دخلنا زي ما خرجنا؟ أنت قلت خلاصة فيما يتعلق لغاية دلوقتي ما أقرأه عن القمة، أنه مجرد انعقادها كان، أنا قلت في حينه، سئلت وقلت في حينه أنه أنت ناقد القمة، دي أول قمة تستضيفها الكويت في من فترة، وده مجرد انعقاده، ده إنجازه. إنما أمسك الملفات العربية اللي احنا شايفينها كلنا كمواطنين عرب، احنا هنا تعرضنا مثلا للوضع في سوريا، الوضع في ما بين المملكة العربية السعودية الإمارات، أكثر دول الخليج، وبين الولايات المتحدة. الجموح القطري، أنا أسميه الجموح القطري، مش الطموح، الجموح القطري، والخروج على السياق. هم شايفينه طموح في دور في المنطقة. طموح لإيه يعني؟ طموح لإيه؟ هل قطر ستتحول إلى وريثة الحلم الناصري اللي كنا بنتكلم عليه؟ إطلاقًا. إنما أنا بقول إنه قطر وجموحها فيما يتعلق مثلا بأوهامها فيما يتعلق بالإخوان المسلمين أو الإخوان، لأنه أنا آسف أن أنا قلت عليهم المسلمين لأنه الممارسة بعيدة جدا عن الإسلام. فأنا بقول أنه دول وده أحد الأمور اللي موجودة بين سائر دول الخليج وبين الولايات المتحدة، أن سائر دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية بترى أن الولايات المتحدة لا تقدر حق قدره الخطر الذي تمثله تلك الجماعة الإرهابية. طيب، بمناسبة هذه الجماعة سيد سفير، اسمح لي في أنباء على أن عناصر من جماعة الإخوان ذبحوا طفل في 6 أكتوبر نتيجة لأنه كان وضع صورة المشير عبد الفتاح السيسي على التوك توك اللي بيملكه أو بيقوده، يعني أتأكد من هذا الخبر اللي لو صح هيكون خبر مفجع في الحقيقة. يعني معانا زميلنا الأستاذ هاني بركات الصحفي في الأهرام. أستاذ هاني أهلا بيك. أهلا وسهلا يا فندم، أهلا بحضرتك. يعني أتمنى ألا يكون الخبر صحيحا، بس أنا يعني حابب حضرتك تأكد لي. لا والله للأسف يا فندم هو الخبر صحيح فعلا، هو كان في مسيرة فعلا للإخوان في الحي 11 في أكتوبر، وفي الوقت اللي تزامن فيه مرور طفل بيقود توك توك وضع عليه صورة الفريق السيسي أو المشير السيسي، فحاولوا يهاجموه، فحاول يهرب منهم، فاعتدوا عليه بالضرب، وأحدهم قام بذبحه في الشارع، وحاول الأهالي يدافعوا عنه. ذبحوا بسكين؟ ذبحوا يعني بمعنى كلمة الذبح؟ بالضبط يا فندم، بسكين يا فندم، وحاول الاهالي المره او الصدق وجودهم في الشارع انهم يدافعوا عنه او يحموه، لكن هم فعلا كانوا نفذوا جريمتهم فعلا وقدروا يهربوا فعلا. وتم التاكد ان دول استاذ هاني عناصر من جماعه الاخوان اثناء مسيره، كانت مسيره في الاخوان يا فندم. للاسف. طيب، بشكرك شكرا جزيلا زميلنا هاني بركات الصحفي بالأهرام. ما عرفش، بس يعني هو نحصل زي حاجة زي كده لطفل، دي مأساة ومصيبة وفاجعة كبيرة جدا، وإن برضو ما فيش حد يكون موجود في النطاق اللي حصلت فيه هذه الأزمة من قوات الأمن يحمي هذا الطفل، برضو مشكلة. تعمل إيه يعني أنت النهاردة؟ هذه الجماعة المارقة، أنا آسف أن بعض الأصدقاء عتب علي أن أنا أسميها كذلك، وأن أنا وإني أباعد بينها وبين الانتساب إلى الإسلام. عادة الدبلوماسيين يعني بيكونوا متحفظين. لا أنا ما أنا وخصوصا في الفترة اللي أنا كنت فيها في المملكة العربية السعودية بدأ هذا المنهج في العمل
يبقى واضح لكل الناس. أنا لا أعرف أسلوب المداهنة واستخدام ألفاظ تحمل التأويل إلى آخره. قضيت وقت عمري كله ودافع عن هؤلاء وأرجو أن يحصلوا على فرصة. ناس تجد أن في واحد اكتشفت إيه على مستوى من التكوين العلمي. كثيرون منهم يحصلوا على دكتورات ودراسات متقدمة من أعلى الجامعات في العالم. إنما يصل بهم التدني إلى أنه يذبح شخص طفل أو شاب مراهق لمجرد أنه حاطط صورة أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة ممن لا يحصلون على رضا الجماعة. أسميها إيه؟ أنت أي حد فينا لا يملك إلا أن يصف هذا بإرهاب دنيء خسيس، خصوصا إذا كان مراسلكم بيؤكد أنه مسيرة إيه؟ من مسيرات هذه الجماعة الإرهابية. ليه قطر مش شايفة إرهاب؟ إيه ليه الولايات المتحدة مش شايفة إرهاب؟ ما هو ده ليه الاتحاد الأوروبي مش شايفة إرهاب؟ لا هو الاتحاد الأوروبي ما اقدرش اصنفه فين ما اقدرش اصنفه بنفس التصنيف اللي انت صنفت بيه قطر. ليه تركيا مش شايفه ارهاب؟ تركيا قد تكون شايفه ارهاب. هنا رئيس الوزراء التركي هو اللي مش شايفه ارهاب. وهذا موقف ينفرد به رجب طيب اردوغان. انما الحقيقه انا اسف لبعض الاصدقاء اللي هم يجدوا ان انا حاد في تناودي لما تفعله هذه الجماعة، وأرجو أن هم يقولوا لي وصف آخر للجريمة اللي حالا احنا عالمنا بارتكابها في 6 أكتوبر. وصف آخر غير أنها جريمة لا يمكن أن تنسب إلى حد بيدعي نسبته إلى الإسلام. طيب ليه قطر مش شايفة الاغتيالات أو أعمال القنص أو أعمال الحرق اللي بتحصل في مصر هنا مش إرهاب؟ هو الموقف القطري يثير شيء من الدهشة، لأن أنا عايز أقول لك المذهب السائد في المملكة العربية السعودية اللي علماء الإسلام عندنا كانوا وصفوه بأنه المذهب الوهابي، وأما إخواننا في المملكة بيصفوا المذهب السائد في المملكة بأنه الدعوة السلفية أو المذهب السلفي على مذهب الإمام أحمد بن حنبل يعني. إنما لا يوجد في خارج المملكة العربية السعودية إلا في مكانين، في قطر وفي إمارة رأس الخيمة في اتحاد الإمارات العربية إمارات. وبالتالي من الناحية المذهبية يفترض أن قطر اللي كل حدودها الأرضية مع المملكة العربية السعودية فقط. أنا كما تبص على الخريطة أنا معني جدا بأن أنا أفسر تداعيات الجغرافيا صحيح دايما. ولو شاءت المملكة العربية السعودية لا أحكمت الخناق على قطر من كل الجوانب ومن كل الحدود، سواء يعني برا أو بحرا، وملهاش بقى غير الجو بقى الناس تجي. هو ما بقول لك، وبالتالي المفترض أنه المرجعية الدينية هي المرجعية التي تصدر من تقيم وتصدر فتواها من الرياض. إنما وبالتالي زي ما بقول لك هو نوع من الجموح ونوع من الاغترار بقوة المال، الاعتقاد بأن أنا عندي فلوس أنا أستطيع أن أنا أستورد الفكر وأعظم الجامعات وأعظم المفكرين وأعظم المراكز البحثية وأحطها عندي. ولهذا أنا بقول لا يمكن أن يكون السلوك القطري نحو ما حدث في مصر وما يحدث في مصر سلوك طبيعي، يد خفية. ومن ثم أنا بقول أنه الولايات المتحدة ورؤيتها لما يمثله الإخوان والدور اللي يمكن أن يلعبوه في صياغة الخريطة الجديدة
للصداقات والتحالفات من وجهة نظر الأمريكيين. هي وكانت في أوهام، هم كان يقال للأمريكان أيام من أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك الإسلاميون هم القوة الصاعدة، وزي ما احنا عارفين كلنا ان كل من يرفعون لواء الإسلام والإسلام هو الحل إلى آخره أيا كانت التسميات التي يتحركون تحتها هم كلهم طالعين من باستخدام التعبير الدارج من تحت عباءة الإخوان. فهنا ده وده هينطبق أيضا على نفس اللي حاصل بالنسبة لرجب طيب أردوغان وبالنسبة لأي حد من المتحمسين والمدافعين عن هذه الجماعة. طب ليه يعني لما دولة زي قطر شايفة إجماع من أقرب الأقرباء، بنتكلم على إن السعودية والإمارات والبحرين دول بالنسبة لقطر يعني المنفذ والمتنفس والعلاقات التاريخية والعلاقات الأزلية، وخاصة إن احنا شفنا هذه الدول إمارات السعودية والبحرين بتاخد موقف مستغرب وجديد ومختلف على دول مجلس التعاون الخليجي. سيادة السفير يعني تخفيض مستوى التنفيذ الدبلوماسي ده دي مش موجودة في ما حصلتش ما بين الدول من يوم من سنة 81 عندما أنشئ مجلس التعاون الخليجي لم تحدث صحيح مثل هذه الحادثة الدبلوماسية. وبالتالي أنا أظن أن الموقف القطري لن يستطيع أن يواصل هذا التوجه. يعني هو انت اشرت الى احكاما للعقل ولا تحت الضغوط؟ لا بالضغط، لانه هو احنا امام حكم جديد يمثله الامير الحالي لقطر، وكان كثيرون يظنون صحيح ده كان سؤال حضرتك يتوسمون نوع من الخير وصدمه جاءت للجميع في الحقيقه. هنا زي ما بقول لك لا يمكن ان يكون هذا الموقف طالع من دواعي قطريه من دواعي محلية، فإنما هو قطعا انصياع لتوجه الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم أنا أظن أنه توجه قصير الأجل لن يستمر. وقدرة سائر دول مجلس التعاون الخليجي، يعني أنت لما تشوف الوضع بدأ من نوفمبر سنة 2013 بدأ يحدث حديث بين دول الخليج وبعضها البعض واستدعاء لبعض القضايا المهمة زي والاتفاقيات ذات الصلة. يعني عشان نتكلم على الاتفاقية الأمنية الخليجية، حصل استدعاء لهذه الاتفاقية لأنه الإرادة الجماعية لدول مجلس التعاون الخليجي باستثناء قطر كانت تصنف هذه الجماعة على أنها إرهابية، وبقدر التهديد الذي تمثله هذه الجماعة في مصر الآن أنا أظن أنها أيضا مصنفة كتهديد للمجموعة الخليجية التي ساندت مصر وأسمعت صوتها فيما تعلق. في ناس شايفة أن قطر بتبعد هذه المخاوف عن نفسها في مقابل دعمها لهذه المخاوف في الدول الأخرى، يعني تبعد بتشتري سكوت دول عن بتشتري في مقابل دعمها ليهم في أماكن أخرى ربما، ولكن هذه نظرة قصيرة بتعول على قصيرة الأمد. وبالتالي زي ما بقول لك شخصيا أتوقع من محفلك هذا أن الموقف القطري لن يصمد طويلا فيما يتعلق بدعم تلك الجماعة الإرهابية. أشكرك جزيل الشكر سعادة السفير فتحي الشاذلي مساعد وزير الخارجية السابق والسفير المصري السابق في المملكة العربية السعودية. بشكر حضرتك وأتمنى تكرار اللقاء إن شاء الله في الحلقات المقبلة. شكرا جزيلا لحضرتك وشكرا جزيلا لكل السادة المشاهدين. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل أطلب من حضراتكم تنتظروا زميلي الإعلامي أحمد الشاعر، فقرات مهمة جدا، فقرة سياسية وأخرى صحية.